السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات حول برنامجكم فتن وملاحم، برنامج يهدف إلى توعية أهل الإيمان من الفتن التي تموج كموج البحر، ومن الفتن التي تحاك بنا والتي هي محيطة بنا. برنامج ينطلق من قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكونك تعرف سبل الشر وتعرف أهل وتعرف الفتن وما يحاك بك، هذا حري بك أن تحذر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لا يعرف الإسلام من نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لا يعرف الإسلام أو تنقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكونك تعرف الجاهلية وأمورها وتعرف الفتن وما يحاك بك من فتن، هذا حري بك أن تحذر منها، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حتمية الابتلاء، وأن الإنسان سيفتن في الدنيا وفي الممات. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة المحيا والممات. والله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاعلم أنك مبتلى أخي الكريم، فأعد للابتلاء صبرا وحرزا وأمانا. هذا وموضوع حلقتنا في هذا اللقاء الطيب المبارك هو أن الفتنة والابتلاء تكون بالخير كما تكون بالشر. اعلم هذا وانتبه أن الفتنة تكون أيضا بالأمور الطيبة وبالحسنات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وكما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فاعلم أن الفتنة والابتلاء تكون بالخير أيضا، فقد يبتلى الإنسان بكثرة مال، وقد يفتتن الإنسان بكثرة أولاد، وقد يبتلى الإنسان بصحة ومنصب، وقد يبتلى الإنسان بأمور يراها طيبة وهي في حقيقتها بلاء له. هل سيشكر نعمة ربه أو سيكفرها؟ لذا قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأخبر الله أن الابتلاء يكون بالإكرام أيضا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الإكرام والإهانة بتوسعة الرزق أو بتضييقه، ليس الإكرام والإهانة بتوسعة الرزق أو تضييقه، بل هذا عند أهل الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قد يوسع على أهل الكفر: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقد يضيق على أهل الإيمان لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فالابتلاء يكون أيضا بالخير. فاعلم أن المال الذي معك، واعلم أن أولادك فتنة لك، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وأيضا الأزواج قد يكون فتنة بعضهم لبعض، قد يكون فتنة بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فقد يكون الابتلاء بالنعم وبالحسنات وبالمال وبالأولاد فاحذر أخي الكريم. روي في الصحيح من حديث أبي عبيدة بن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى البحرين ليجمع المال مال الزكاة، ثم عاد أبو عبيدة فعلم كثير من الصحابة وقت عودته أنه سيصادف مثلا وقت الفجر يوم كذا، فاجتمع الناس وامتلأ المسجد عن بكرة أبيه من الصحابة والفقراء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة. طبعا المسجد مليان لأنهم يعلمون أن أبا عبيدة آتي ومعه خير ومعه مال، فقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيعطيهم، فامتلأ المسجد في صلاة الفجر. فقال الرسول لهم لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة فأبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فما خشي على الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته الفقر، بل خشي عليهم التوسعة والغنى الزائد الذي به يطغي، لأن الغنى يطغي في كثير من الأحيان كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى بماله وبجاهه وبمنصبه غالب الأحوال يطغى ويتجاوز حدود الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله يعلم ما يصلح الناس ويصلح أحوالهم فينزل الرزق بقدر حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. فالابتلاء يكون بالنعم، الابتلاء يكون بالنعم وبالخير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه روى قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل أن الابتلاء يكون بالصحة ويكون بالمال ويكون بغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم أبرص وأعمى وأقرع، ثلاثة فقراء مرضى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إلى الأبرص ملكا وقال له ماذا تريد؟ قال أريد جلدا حسنا فقد قذرني الناس. فمسح الملك عليه وأعطاه الله جلدا حسنا. قال أي الأموال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك. ثم أتى الأقرع وقال له ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حسنا فقد قذرني الناس. فمسح الملك عليه وأعطاه الله شعرا حسنا. قال أي الأموال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال له أي شيء تريد؟ قال أن يرد الله علي بصري. قال فمسح الملك عليه فرد الله عليه بصره. قال أي الأموال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه غنمة حاملة حتى كثر للثلاثة الأموال. أصبحوا أصحاب صحة، الأبرص ذهب برصه، والأقرع أصبح له شعر حسن، والأعمى رد الله عليه بصره.
وأصبحوا من أهل الأموال ومن ذوي الهيئات في بلادهم. ثم أرسل الله بعد حين، بعد أن كثرت الأموال وأصبح لكل رجل منهم وديان من الإبل والبقر والغنم، فأرسل الله الملك على هيئة رجل مسكين، فذهب للذي كان أبرص، قال له: أنا مسكين وابن سبيل، وانقطعت بي الحبال والسبل، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة أتبلغ بها في سفري، ناقة واحدة فقط، أنت عندك مثلا 1,000,000 رأس أو 2,000,000 رأس إبل، أعطني ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الذي كان أبرص، قال: الحقوق كثيرة، أنا علي ديون وأموال وشغل وأعمال، الحقوق كثيرة. فقال له الرجل المسكين: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرا فأغناك الله؟ قال: لقد ورثت ذلك كابرا عن كابر، لست أنا الذي تريد أو تقول عنه، لقد ورثت الجمال والغنى كابرا عن كابر، لقد ورثته كابرا عن كابر. فقال الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كان. ثم أتى الأقرع أو الذي كان أقرع، فقال له: أنا مسكين وابن سبيل، وانقطعت بي الحبال والسبل، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس، فقيرا فأغناك الله؟ قال: لقد ورثت ذلك كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى مكان. سبحان الله، البقرة لن تنقصه شيئا، لكن المخذول من خذله الله، والموفق من وفقه الله. إن إذا أراد الله ووفقك للصدقة فاعلم أنه بتوفيق الله لك، وإذا بخل الإنسان بماله فاعلم أنه مخذول. قال: فأتى الملك الرجل الثالث الذي كان أعمى، قال له: أنا مسكين وابن سبيل، وانقطعت بي الحبال والسبل، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني غنمة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال الرجل: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله. فقال له الرجل الملك: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم ورضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لقد نجحت في الاختبار، جزاك الله خير أن وفقك الله على هذا، أن تصدقت بالمال وأن اعترفت بنعم الله، أما صاحباك فقد كفر نعمة الله وبخل بأموالهما. أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم ورضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل أموالنا فتنة لنا، ونسأله سبحانه وتعالى ونعوذ به من الفتن ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.